السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل متابعي قناة الفلوجة الفضائية في حلقة جديدة من برنامج اسأل طبيبك. في عصرنا الحاضر بدأت آلام الظهر والعمود الفقري تنتشر بشكل كبير، خصوصا في حياة من يزاول مهنة الأعمال المكتبية والجلوس يوميا أمام جهاز الحاسوب، حيث أن وضعيات الجلوس عادة ما تكون يعني غير صحيحة وسليمة، مما تزيد من حدة الأعراض وطرق العلاج لهذه الآلام. تقول إما بالعلاج الطبيعي أو بأخذ حقنة لتخفيف الآلام أو بالتدخل الجراحي، والعمليات الجراحية في وقتنا الحاضر ليست مخيفة كما كانت في السابق، وذلك لأن خبرة الأطباء وتقنياتهم إضافة إلى التكنولوجيات المتطورة في الجراحة باتت في تقدم مستمر. ما هي أحدث طرق العلاج لمشاكل آلام الظهر؟ وما هي دواعي إجراء العملية بالمنظار الذي يعد الطفرة التكنولوجية لعلاج مشاكل آلام الظهر؟ كل ذلك وأكثر في هذه الحلقة المباشرة من اسأل طبيبك. أعزائي المشاهدين، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الأرقام الموجودة أسفل الشاشة أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك اسأل طبيبك. خلينا بالبداية نشوف التقرير اللي أعد الزميل أمجد الكويسي ونرجع لكم، خليكم ويانا. مشاكل العمود الفقري هي إحدى من أشهر مشاكل العظام وأكثرها شيوعاً، فهناك عدد كبير من البشر حول العالم يعانون من آلام الظهر، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الانزلاق الغضروفي، خصوصا ممن يزاولون الأعمال الشاقة أو المصابين بالسمنة المفرطة، إضافة إلى العمل المكتبي والجلوس لفترات طويلة أمام جهاز الحاسوب. وفي ذات السياق، يلجأ بعض الأشخاص من المصابين بمشاكل العمود الفقري إلى أطباء الاختصاص بهدف الخلاص من آلام الظهر الناجمة عن العارض الصحي للعمود الفقري وما سببه من ضعف عام أدى إلى توقف الشخص المصاب عن أداء وظائف حياته اليومية بشكل طبيعي. هذا وتعتبر جراحة العمود الفقري إحدى الطرق المهمة لمعالجة هذه المشكلة الصحية. وتشير المصادر الطبية إلى اختلاف طرق العلاج من طبيب إلى آخر، وبحسب نوع إصابة الشخص بآلام فقرات الظهر، ومنهم من يذهب إلى طرق علاج بسيطة كالقيام ببعض التمارين والممارسات الصحية في البيت ووصف بعض الأدوية، أو عن طريق التداخل الجراحي في حال كان وضع المريض متأزماً جداً. وبين هذا وذاك يبقى الطبيب المعالج صاحب الدور الأكبر في معالجة المصاب، فضلاً عن التزام الشخص المعني بالتعليمات الخاصة بعد انتهاء العملية الجراحية، والتي لها الدور الكبير في الحصول على نتائج مرضية تفضي إلى حياة طبيعية. لبرنامج اسأل طبيبك، أمجد الكبيسي. أعزائي المشاهدين، نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب والفقرات الدكتور أوار علي زنقنة. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بك، شرفتنا دكتور. دكتور، حقيقة الموضوع شوي كبير، آلام الظهر، ديسكات على فقرات، على أوجاع أسفل الظهر، يعني نحاول نلم اليوم بشكل مختصر، بس نريد نعرف يعني أحدث الطرق لجراحة العمود الفقري اللي هي بالمنظار، وهي الطفرة التكنولوجية، خلينا يعني نحكي عليها شوية. تفضل دكتور. تعتبر تقنية المنظار ثورة حقيقية وإنجاز علمي كبير في عالم جراحة العمود الفقري، لأنها تقلل الكثير من المشاكل أو المضاعفات التي يمكن تحدث بالجراحة التقليدية أو حتى بالجراحة المجهرية، وهذا بالتالي كله يؤدي إلى ضمان العملية وبالتالي زيادة نسبة النجاح.
ممتاز. طيب دكتور، يعني هي أكو فرق بين الجراحة بالمنظار والجراحة بالعادية التقليدية أو المجهرية؟ أو المجهرية، نعم. يعني الفرق بين الجراحة الناظرية والجراحة التقليدية أو الجراحة المجهرية هو بالشق الجراحي. يعني الشق الجراحي بالجراحة الناظرية ما يتجاوز النصف سنتيم أو الواحد سنتيم، بينما بالجراحة المجهرية تكون بين 3 سنتيم إلى 5 سنتيم، وبالإضافة إلى الجراحة التقليدية تكون أكثر من هذا الطول، يعني الشق الجراحي. إضافة إلى أنه بالجراحة التقليدية أو حتى بالجراحة المجهرية يتم قص العضلات وإزالة الكثير من يعني العظام والأربطة، فبالتالي هاي من الممكن بعد فترة من العملية تؤدي إلى أوجاع مزمنة في منطقة العملية من الظهر، أو من الممكن حتى تسبب مستقبلا تخلخل في الفقرة، وبالتالي يحتاج المريض إلى عملية تثبيت وربط الفقرات، إعادة يعني إعادة العملية. نعم. هاي ما موجودة بالجراحة الناظرية، يكون هناك إزاحة بنسبة كلش بسيطة، هي ما تتعدى نصف سنتيم للعضلات، وبالتالي الوصول إلى المكان المطلوب استئصاله جراحيا بدون قص وبدون إزالة الأربطة وبدون إزالة العظام. يعني شلون تفوتون من يعني انه قصدي يعني انه تثقبون العضلة اللي موجودة؟ لا، هو شوف الفكرة انه التكنيك الجراحي للمنظار يتم عن طريق شق جراحي مثل ما قلنا، صغير جدا. نعم. من خلال هذا الشق الجراحي يتم ادخال اسطوانة الى ان تصل الى المستوى المطلوب. نعم. ومن خلال هاي الاسطوانة يتم ادخال الادوات الجراحية اللازمة لاجراء العملية. في نهاية هاي الأسطوانة هناك عدسة كاميرا عالية الدقة، من خلال يتم نقل الصورة إلى شاشة كبيرة، وعبر هاي الشاشة يتابعها الجراح، ومن خلالها يتم إجراء العملية. هي الفكرة وين تعطي مجال رؤية دقيق جدا وواضح جدا لإجراء العملية، فبذلك الجراح يستطيع أن يسوي العملية بسلاسة وبسهولة جدا من خلال شق صغير جدا. ممتاز. طيب دكتور، بما انه احنا دا نحكي على الـ يعني آلام الفقرات او هاي السؤال، الامراض والمشاكل اللي ممكن يعالجها المنظار، يعني خلينا نقول متى يتم المعالجة بالجراحة العادية ومتى يتم الجراحة؟ احنا نوضح فكرة انه شنو ممكن نعالجه بالناظر بالضبط، خلينا نبدأ وممكن ندخل بالتفاصيل بعدين. تمام. يعني الاسباب اللي تسوي مشاكل العمود الفقري وأكثرها شيوعا هي الانزلاق الغضروفي وتضيق القناة الشوكية. الانزلاق الغضروفي احنا يعني لازم نعرف انه هو الغضروف متكون من شنو. الغضروف هو متكون من جدار ليفي قوي بداخله مادة جيلاتينية. لأي سبب من الأسباب هذا الجدار الليفي يصير بتمزق أو تهتك أو رخاوة لأي سبب من الأسباب، ممكن شدة خارجية على الظهر، إجراء التمارين الرياضية بوضعية جسم غير صحيحة، ممكن رفع الأوزان الثقيلة بوضعية جسم غير صحيحة، فهذا بمر الوقت تسبب إلى يعني تمزق بالجدار الليفي هذا، وبالتالي تطلع المادة الجيلاتينية إلى القناة الشوكية، وبالتالي تضغط على الجذر العصبي، وبالتالي يكون المريض يعاني من أعراض مرضية. طيب هذا الانزلاق يعني أنه يكون بكل الفقرات لو أكو فقرات معينة؟ هو شوف هو ممكن أي فقرة من العمود الفقري تتعرض إلى هاي، بس عادة الفقرات القطنية، يعني الأربعة خمسة القطنية والقطنية الخامسة والعزية الأولى اللي هي أسفل الظهر. أسفل الظهر هي آلام أسفل الظهر. أسفل الظهر يعني أشهر آلام أسفل الظهر هو بسبب هو الانزلاق. المريض شنو يعاني من شنو من يكون عنده انزلاق؟ شنو الأعراض؟ يعني الأعراض هو أعراض ما تكون ألم في أسفل الظهر، وهذا الألم يمتد إلى الأطراف السفلى. يعني الألم يكون في الأعصاب، بحيث تكون هاي الأعصاب التروية العصبية مالتها جاي من هذا الجذر العصبي اللي متعرض للضغط من خلال الديسك. زين. طبعا بالإضافة إلى أن يكون هناك تنمل وخدر، ممكن في حالات متطورة إذا أنه المريض يهمل نفسه توصل إلى ضعف
في حركة وقوة عضلات الأطراف السفلى، ممكن المريض يواجه صعوبة في المشي، من الممكن يصير حالات مثلا طارئة، أنه ممكن هذا الجدار يتمزق بالكامل والمادة الجيلاتينية بالكامل تطلع إلى القناة الشوكية، وبالتالي تضغط على حزمة من الجذيرات العصبية، وهاي الحالة تسمى متلازمة ذيل الفرس. طبعا المريض بيجي حالة راح يعاني من ألم شديد بالأطراف السفلى، راح يعاني من شلل أغلب عضلات الأطراف السفلى، ممكن يصير عنده عدم السيطرة على الإدرار أو احتباس البول، ممكن يصير عدم السيطرة على الخروج. هاي في مراحل متقدمة. طبعاً هاي في مراحل متقدمة. طبعاً هاي تعتبر حالة طارئة، ولازم العملية لازم تحدث خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة. ممتاز. دكتور عذراً بس نأخذ اتصال. نعم. أخي محمد من الأنبار، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا هلا، تفضل سؤالك. عندي انزلاق بالفقرة الخامسة والرابعة. نعم انزلاق. ايه وسط الخطوين فقط على رجلية، رجلية قام تخدر. شو وقت تخدر؟ دائما خدرانة لو مثلا من تأدي عمل وظيفة؟ لا لا، كان قبل هو ظهري عندي انزلاق بالرابعة والخامسة، شو هذا علي قبل 6 أيام، صار 6 أيام خدرانة. اها زين، شلون عرفت انه هو انزلاق؟ يعني سويت فحوصات رحت الطبيب؟ اي سويت فحوصات، اخذت رحت سويت ايش اسمه شعه ورنين. رنين زين زين. قال له لك انزلاق. ايش سويت؟ سويت عمليه، ضربت ابره، اخذت علاج؟ لا لا، اخذت بس علاج. بس علاج. صار لك قد يعاني من المشكله؟ صار لك ايش قد هاي المشكله صار عندك؟ اللي هي قديمه كان ظهري انزلاق بس. ايه بس اكثر شيء هالثلاث ايام. صار 3 أيام آلام قوية وخدر. نعم. تمام. عندك سؤال إلا دكتور؟ يعني هو صراحة 3 أيام هو عاني من أوجاع بالأسفل الظهر ويمتد إلى الطرف السفلي. هو يعني 3 أيام صار له خدرانة. خدرانة. إن شاء الله تسمع الإجابة أخي محمد، شكرا جزيلا. طبعاً هو العلاج الانزلاق. هذا راح ندخل في موضوع انه هو العلاج، انه شو وقت يحتاج عملي وشو وقت ما يحتاج عملي. اذا يتابعنا النهاية. يتابعنا النهاية راح هو راح يبين توصل للإجابة. نعم. اتصال ثاني عندي، رسول من الديوانية. حياك الله أخ رسول، السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، تفضل سؤالك. دكتور أنا عندي فقرات. زين. ودائما عندي خدر. دائما عندك خدر؟ خدر مستمر. برجل واحدة لو برجلين؟ لا لا، بدي ورجلي جسمي كله. إيديك ورجليك؟ نعم. زين. زين راجعت شيء؟ قالوا لك انزلاق دس؟ راجع لا راجع عندك ناس، قالوا عندك فقرات الاولى والثالثه والخامسه. اولى وثالثه وخامسه. وخامسه سويت فحوصات، سويت رنينات. زين حولونا على رنين، قالوا نسوي لك عمليه. عمليه زين قالوا لك عمليه للفقرات. زين بس ما اعرف العمليه ناجحه او ما ناجحه، ما اعرف. صار لك ايش قد قالوا لك عمليه؟ البارحة سويت رنين. زين. سويت رنين يوم الاثنين يلا يطلع. زين، وعلى ضوها انت دا تسأل على عملية، انه ممكن يصير عملية او لا. تمام. صحيح دكتور. ان شاء الله تسمع الاجابة، شكرا جزيلا. ام حسن السلام عليكم، من نينة. عليكم السلام. يا هلا ومرحبا، تفضل يا ام حسن سؤالك. هلا بيك. والله انا دكتور عندي ضيق القناه الشوكيه 4. اها ضيق. وراح زادي على الدكاتره ايش قد، وعلى يقولوا لي العمليه، ويقولوا لي العمليه ما بيها نجاح، وانا قاعد اخذ علاج اليوم 5 سنوات، فاني والله متاذيه من هالشغله. شنو عندك الاعراض؟ اعراض انا ظهري يظل يوجعني، واني عندي ضغط وسكر، عندي سكر فمتعبني ظهري، ما اقدر امشي، يسوي عندي تعب خطوتين، ما اقدر امشي من الوجع. تمام. ايش قد عمرك حجية؟ والله دكتور عمري 53 سنة. ان شاء الله العمر كله يا رب، وعندك العافية، تسمعي الإجابة ان شاء الله، شكرا جزيلا. نعم دكتور. اخ رسول من الديوانية. مال ام حسن مو كانت اخر شيء؟ قبل اخ رسول ما جاء. اخ رسول عنده فقرات وخدر بايديه ورجليه 1 و3 و5. تمام. يعني شوف، يعني هو ده يسال على العمليه، انه ما قالوا له عمليه، فهو مو خايف. مو هو يعني شوف، قرار العمليه نعم. يعني لا يكتمل الا بالفحص السريري للمريض
وبمعاينة الرنين يعني حتى توصل إلى قرار العملية. وهذا المريض يحتاج إلى عملية، لازم الفحص السريري ومعاينة الرنين. وبالإضافة إلى متابعة، يعني مثلا المريض أول ما يجيني لازم نعطي فرصة العلاج أول شيء بالأدوية زين، ومثلا بعض العلاج الطبيعي، وبعدين من خلال هاي نلاحظ أنه المريض يوصل إلى مرحلة ما يحتاج بها الأدوية، اختفى عنده الألم، لكن ممكن احنا نتجاوز العملية. يعني أنا أقدر أقول لك بصورة عامة، ترى من كل 10 مرضى يعانون من الانزلاق ترى واحد أو اثنين يحتاج عملية تداخل جراحي. جيد، حلو. اي بصورة عامة فأنت إلى أن نوصل إلى مرحلة أنه المريض يحتاج إلى تداخل جراحي، لازم يكون هناك أن المريض ما يستجيب للعلاج. جيد. المريض خلال فترة العلاج صارت عنده ازدياد في شدة الألم، الانتنسيتي مات البين يزيد عنده، أو مثل ما قلنا يصير عنده يعني ضعف في قوة وحركة العضلات، صعوبة في المشي. مثل ما قلنا إذا تصير عنده هاي الحالة الطارئة مثل متلازمة دليل الفرس، عنده مثلا عدم السيطرة على الإدرار، أو من الممكن يصير عنده ما يسمى بسقوط القدم بحيث ما يقدر يرفع قدم الرجل توقع. نعم، فلذلك المريض حتى يمشي لازم يرفع الساق كله حتى يمشي، وتعتبر هاي حالة طارئة يعني. يعني مهم خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة لازم يجرى العملية، لأن إذا ما سواها ذاك الوقت إذا سوى العملية الضرر العصبي يكون دائم وسقوط القدم يكون دائم، ما راح يستفاد حتى من العملية ذاك الوقت. العملية فقط للألم، ما راح يكون سقوط القدم. إذا يتأخر على سقوط القدم ما راح يرجع، ما راح يرجع. لذلك يحتاج أنه من قرار عملية، فقرار عملية لازم يعني الفحص السريري ومعاينة الأشعة ومتابعة المريض. استفاد من العلاج خير على خير، ما استفاد من العلاج ذاك الوقت نوصل مرحلة أنه هاي عملية. تمام. وطبعا بالناظر إلها يعني مثلا يعني هسه عالمين تستحسن أنه بالناظر إذا كان الانزلاق الغضروفي لمستوى واحد أو في مكان جانبي يكون كلش ممتاز. إحنا هسه راح نجي عليها بالتفصيل هذه. زين، أم حسن من نينوى عندها ضيق بالقناة الشوكية. إيه؟ يقولوا لها على عملية بس أنه ما تفيدها، ممكن أنه لا، هو أنه مو ما تفيد، لأن ما خلي إحنا نوضح شنو التضيق. التضيق ليش دي يصير التضيق؟ يعني نقدر إحنا نوصف أنه العمود الفقري هو عبارة عن أسطوانة من العظم، من خلالها يدخل الحبل الشوكي زين وبتفرعاته من الجذور العصبية. طبعا بين كل فقرتين من الأمام يعني يكون الغضروف هو ما بين الفقرتين من الأمام، من الخلف هناك الأربطة، ومنها يسمى الرباط الأصفر. هذا الرباط الأصفر بمرور الوقت وبتقدم بالعمر يصير بيه تضخم، فمن يصير بيه تضخم يزيد بالحجم، الزيادة بالحجم تكون إلى الداخل على حساب قطر القناة الشوكية، وبالتالي راح يسبب ضغط على الأعصاب على وعلى الجذور العصبية. المريض اللي يعاني من الـ يعني من التضيق القناة الشوكية راح يعاني من انه يعني نقدر نوصفه انه ما يسمى بالعرج العصبي، يعني المسافه ما تقوم يواجه بها صعوبه. يعني مثلا على سبيل المثال اذا المريض يمشي فد 100 متر بعدها ما يقدر يمشي، يصير عنده الام اسفل الظهر والام في الاطراف السفلى، فلازم يتوقف ولازم ايضا يغير من وضعيه الجسم، يعني لازم يقعد يرتاح 5 إلى 10 دقائق ذاك الوقت يقدر يمشي يكمل مرت اللخ. الخطورة وين تكمن؟ تكمن مع مرور الوقت ومع ازدياد حجم التضيق. يقوم المريض هاي المسافة تقل، احنا قلنا على سبيل المثال 100، من ممكن بعد فترة تصير 70 متر، والسبعين تصير 50، والخمسين تصير 30، وهكذا ممكن إلى أن توصل إلى 10، إلى أن توصل إلى على كرسي متحرك. زين، انه هاي ما تصير عمليه هي يعني لها اسباب هواي. ممكن اسباب المريضه تعاني من اسباب امراض مزمنه، يعني ضغط، سكر. جيد، احنا عندنا هذا السؤال. من ممكن المريضه تعاني من امراض القلب، ممكن امراض الكلى، هذه كلها تواجه صعوبه باعطاء البنج، خاصه
إذا كان نوع العملية، يعني نوع العملية إذا هي عندها تضيق لمستوى يعني أكثر من مستوى بالقرنية الشوكية، ذاك الوقت تحتاج عملية تثبيت وربط الفقرات. عملية تثبيت الفقرات عملية كبيرة، ويعني الشق الجراح مالها كبير وتحتاج وقت. تحتاج إلى صح يعني المريض يعني يحتاج وقت، هو العملية طويلة، فأنت المريض يتعرض في هاي المدة يحتاج إلى بنج وكل هاي الفترة وشق جراحي كبير وعملية instrumentation يعني براغي وهذا، فمن الممكن يكون هناك خطورة على حياة المريض. زين، بل إذا كان التضيق لمستوى واحد من الممكن وبسهولة كلش أنه يتم إجراء عن طريق الناظور. الناظور، نعم. احنا نريد نوصل لهذا، يعني انه ممكن اجراءه بالناظور عن طريق رفع، ولكن لا يحتاج الى معاينه، يحتاج الى معاينه ومتابعه يعني معاينه الاشعه ايضا الرنين. طيب دكتور، احنا يعني حكينا عن الانزلاق بالفقرات القطنيه او اسفل الظهر. طيب ممكن تصير بالعنقيه؟ اي ممكن انزلاق يصير بالعنقيه، نعم. ونفس خلينا نقول الالام، بس يكون للاطراف العليا. يعني انزلاق الفقرات، انزلاق الفقرات العنقيه هو نفس الشيء الالام، بس هذاك الوقت تكون الالام في العنق ويمتد الالام الى الاطراف العلويه. وطبعا ايضا التنميل خدر وتنمل، ومن الممكن اذا يعني المريض اهمل نفسه لفتره طويله ممكن بعدين يصير عنده ضعف في قوه وحركه العضلات، نفس الاعراض الفقرات القطنيه. جميل. طيب دكتور، حكينا على يعني الانزلاق الغضروفي، وشويه اماتين حكينا على تضيق القناه الشوكيه، بس ما اعرف مصطلح الديسك. يعني واحد عنده ديسك يقول انا عندي ديسك، هو الديسك هو نفس الديسك، هو يعني عباره عن قرص، يعني كمصطلح الديسك. نعم. بالانجليزي هو عباره عن قرص. فبالانجليزي هو يسمى الديسك، يعني هو الديسك برولابس هو انزلاق الغضروف. هو مصطلح باللغه الانجليزيه الديسك، فهو صايره يعني ماشي عامي انه الديسك يسموه. تمام. عندي اتصال دكتور من رخصتك. نعم، عدي من ديالة. السلام عليكم اخ عدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا ومرحبا، تفضل سؤالك. استاذ العزيز، انا مسوي عمليه تقريبا صار 6 سنوات، عندي ست سنوات غروفي. نعم. طبعا شكيت ابره من اسفل الظهر، وما استفادت منها زين. بعدين ابتديت العمليه الحمد لله زين هسه، انا بس عندي ظهري بيطقه، يعني من بفضاوة احس كل فقره. ايش بي شنو بي بي صوت من ابعد احرك ظهري بطقه بالفقرات، يعني طقه. زين، انت شنو شغلك؟ يعني شغلك ثقيل انه يعني ممكن يؤذي ظهرك؟ والله انا عندي سايق مرات اشتغل وقاعد شغل معي، يعني بس يعني هاي الطقه دائما عندي من اقعد اتربع هيك شويه ادنق ارتاح على يسبب الم، يعني هاي زين. هذا اللي يسبب الم هاي الطقه؟ بسيط. صار لها شقد؟ تقريبا اقل من سنه. تمام. وزنك تمام؟ وزنك تمام؟ وزني طولي اول مره 174 عفوا، وزني تقريبا 110. هواي. تمام، ان شاء الله تسمع الاجابه. شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا. نعم دكتور، صار السنوات مسوي بس هو هاي الطقة، يعني هو ما اعرف هو اي نوع عمليه مسوي. فاذا كانت جراحه كانت تقليديه، نعم، مثل ما احنا ذكرنا بالبدايه ممكن يكون هناك رفع للكثير من الاربطه والعظام، فمن الممكن تسبب خلخله في الفقره، فمن الممكن تسبب هاي الطقه او هاي الاصوات اللي تصير اثناء الجلوس او اثناء الحركه. طبعا تكون هاي اعتيادية، يعني اذا ما تسبب الم يعني تكون مقبولة نوعا ما، لكن اذا تسبب الم والام يعني اسفل الظهر ممكن ذاك الوقت يعني نسوي له اشعة يعني اعتيادية اكس راي، بس تكون حركية حتى نشوف صاير عنده ملعب او زحف في الفقرة، يعني انفلكشن اكستنشن، يعني نخلي ينحني الى الامام
وناخذ اشعه ونخلي المريض ينحني الى الخلف وناخذ اشعه ونشوف انه هل اكو تزحزح بالفقره من الممكن يصير عند هذا الشيء بالعمليات الجراحيه التقليديه. ممتاز، لان يحتاج الى مراجعه ويشوف طبعا المراجعه يعني معاينه خلينا نقول لا يهمل هذا الشيء لان ممكن يسوي لنا مشكله. ام عمر، نعم، من بغداد. السلام عليكم ام عمر. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا. عليكم السلام، تفضلي سؤالك. يا هلا ومرحبا. والله أنا عمري 53 سنة. نعم، العمر كله يا رب. وصار عندي الله يسلمك صار عندي 3 ديسكات، هاي صار لي تقريبا سنتين. 3 ديسكات، نعم. ورحت يعني هاي صار لي سنة أنا ما بطلت مراجعات وعلاج مدى يبيني. هسا وصل الألم لحد قدمي. زين. قدمي وأصابعي ما أقدر أمشي عليها. فرحت هسا هذا الأسبوع رحت على دكتور وحاولني على طبيب لمعالجة الألم. قال لي هاي الحقن عبر بالضار، أنا عندي الألم بيصير بالحوض، يعني مكان القاعدة ما أقدر أقعد على كرسي سيارة تأذيني رأساً من أقعد، الألم يصير في أسفل القدم. نعم. والألم ما يخليني أنام. طبعاً مرخي مال أعصاب عبر ما خليه شيء. هسا حقن عندي عبر بالضار، فهل تنصحوني أضربها لو أسوي العملية؟ عبر بالضار قال لي بالعظمات اللي تصير ورا العمود الفقري بالاسفل اللي هي عظمات الحوض يضربوني حقن بلازما. زين، بلازما. تسالين على هاي الابر. الابر لو اسوي العمليه، انا قالوا لي عمليه صراحه، قالوا لي اي اخر شيء. تمام. عندك ضغط سكر شيء؟ والله عندي ضغط بس مو عالي، يعني اخذ حبوب هاي نبلات ابو الخنت مسيطر عليه. اي تمام. دكتور اي سؤال؟ اي شوف صراحه هو تمام. شكرا جزيلا، تسمعي الاجابه. شكرا جزيلا. يعني نعم، مثل ما قلنا انه الانزلاق الغضروفي من يصير اذا كان الانزلاق يستدعي على عمليه، فاني يعني اكون من جانب انه العمليه، لان الحقن اللي تصير والبلازما هاي مؤقته، هاي فقط لتسكين الالم، هي ما راح تغير شيء من الانزلاق، الانزلاق راح يبقى فبس مؤقت، ممكن شهر شهرين حيل 3 شهور يروح هذا الالم، بعد فتره راح يرجع الالم. فما دام هو الباثولوجي او المرض يبقى موجود، فمن الممكن راح يسوي لنا هاي المشاكل اللي احنا نحشي عليها، مثلا الحالات الطارئه اللي تصير، مثلا ممكن يصير عندها سقوط قدم، ممكن يصير عندها متلازمه ذيل الفرس، ممكن يصير عندها الام قويه ما تستجيب، حتى هاي الحقن ممكن بعد فتره تقول ما تستجيب للش اسمه. لذلك احنا لازم نعالج السبب. واني صراحه ما ادري، بس اني مو من الاشخاص اللي اسوي الحقن، لان هو اكو هسه يسوون بالبلازما، قبل كان يسوون بالستيرويد، اني ما صراحه مو ويا الستيرويد، يعني اكو وايد مرضى كانوا يتخوفون من شو اسمه من الاجراء العمليه. تمام. وهم رضايا هم، بس كانوا يروحون شو اسمه يعني يسوون حقن الاستيرويد وصاروا بهم سكر، وبعدين بالاخير رجع سوى العمليه. رجع. اي والله، لان هو بالنهايه من يعالج مشكله، رجع سوى العمليه بس خلق لنفسه مشكله انه صار عنده سكر مدى الحياه وهو بعد شاب يعني. اذا انت ما تنصح بال ما انصح بال خلاص احنا نعالج. لكن اكو نقطه لازم هم اوضحها حتى لا يصير بها يعني ارتباك، انه اكو بعض المرضى يعني ما تقدر تسوي لهم عمليه لاسباب مرضيه ذكرناها، ممكن عندها احتشاء العضله القلبيه او عندها مشاكل بالقلب او مشاكل مثلا بالكلى او مشاكل تنفسيه، من الصعوبه انه انت تعطي بنج عام لهكذا مريض واجراء هكذا عمليه. ف في هاي الحاله احنا من الممكن صراحه نسوي لهم ما يسمى بالتردد الحراري، وهذا ايضا بس فقط للألم، يعني للألم فقط، إيه؟ أنه إحنا نخفف الألم. نخفف الألم. طيب دكتور، يعني أنا أحتاج أعرف عوامل الخطر اللي موجودة بالانزلاق أو الديسك أو شيء، بس بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصل ونرجع لكم، خليكم ويانا. We'll be right back.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، نذكركم أنه يمكنكم الاتصال والاستفسار عن طريق الأرقام الموجودة أسفل الشاشة أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك اسأل طبيبك. دكتور، بما أنه إحنا دا نحكي على الانزلاق، عرفنا شنو الانزلاق وين يصير بالفقرات القطنية والفقرات العنقية أيضا، أحتاج أعرف العوامل الخطر أو الريسك فاكتور مثل ما دا يسموهم، يعني الناس اللي ممكن يصير ممكن يتعرضون أكثر من غيرهم. أكثر من طبعا غيرهم. أولا مثلا طبيعة العمل، يعني طبيعة عمل الشخص، يعني مثلا الشخص يكون طبيعة عمل من الأعمال الشاقة اللي يعني يحمل أوزان ثقيلة، دائما يكون هناك أثقال زائدة، زين، فهاي من الممكن بمرور الوقت تأذي الانزلاق وتقلل من حيوية ومرونة الانزلاق، وبالتالي يصير عنده انزلاق. بالإضافة إلى الأشخاص اللي يعانون من السمنة المفرطة، ممكن هذا هاي السمنة المفرطة كلها عبارة عن أوزان يكون مركز ثقلها على العمود الفقري، وبالتالي يعني حتى احنا ممكن الأشخاص اللي مثلا عندهم مثلا سمنة مفرطة ننصحهم انه يغيرون نظامهم الغذائي ويقللون من وزنهم، نمط الحياة كلها كله يعني من الممكن يعني حتى مشاكل الفقرات ما تبقى عنده، بس يقلل وزنه ممتاز. طيب دكتور، يعني جاني سؤال على الفيس يقولوا الحلاقين ممكن يتعرضوا للوقوف في فترات طويلة، من الممكن، لأن ما هو شنو الفكرة أنه يعني مو بس أنه يعني مثلا يشيل أشياء، الوقوف لفترات طويلة أو الجلوس لفترات طويلة يعني وضعية جسم غير صحيحة لفترات طويلة من الممكن يؤدي الى الانزلاق، يعني يكونون اكثر عرضه للانزلاق من غيرهم. ممتاز. طيب دكتور، بما انه احنا حكينا على يعني العنقيه او الانزلاق بالعنقيه، هل كل انزلاق بالعنقيه ممكن نعالجه بالناظر؟ لا، هو يعني إنانة تقريبا استخدام المنظار بالانزلاق الفقرات العنقي شويه محدود، يعني مو كل الانزلاقات ممكن يتم علاجها جراحيا بالناظر، فقط الانزلاق اللي يكون يعني يكون شوية إلى الخارج، يعني على الطرف، يكون طرفي وجانبي، ممكن إجراء العملية واستئصال الانزلاق بالناظور يعني من الخلف. لكن إذا كان الانزلاق يكون مركزي يعني سنترال، لا، ذاك الوقت يمكن عن طريق من الأمام وعن طريق الميكروسكوب. ليش طيب دكتور؟ ليش يعني أنه هل يعني الخطورة خطورة؟ لا، إنانة تكمن أنه أنت للجذور العصبية ممكن أن إزاحة الجذور العصبية، لكن الحبل الشوكي لا يمكن إزاحته، وبالتالي أنت مجرد أنه المناورات الجراحية اللي تتم في هاي المنطقة لاستئصال الانزلاق، فأنت أي ضغط غير مقصود على الحبل الشوكي ممكن أنت هذا المريض يصير عنده شلل رباعي، لا يعني لا ليس له علاج. سبحان الله. طيب دكتور، يعني أنه جاك مريض عنده آلام ظهر، أول شيء يعني شنو الأشعات أو التشخيص شلون يكون أنه هذا المريض خلاص عنده انزلاق او عنده ديسك او تغير؟ طبعا اولا اذا المريض من يجي، احنا خلينا نفرض انه يكون الانزلاق عنده حاد، يعني جديد ومو مزمن، طبعا البدايه انه هو الفحص السريري، ونشوف بعض الحركات نسويها حتى نشوف انه هل بهاي الحركه يزداد الالم عنده لو لا. طبعا بذاك الوقت بعدين ندزه الى نسوي فحص الرنين، ومن الفحص الرنين راح يبين انه الانزلاق في اي مستوى وايش قد يعني حجمه وايش قد. الرنين هو الـ يعني خلينا نقول المفتاح، المفتاح الاساسي لاي صح، لا تشخيص بدون الرنين. ومشكله الرنين انه هو كوايب يتخوفون منه، لانه هو حجمه، هو اني هسه دا اقول لك انه هو يخوف او بي مشاكل ممكن. لا، هو كمشاكل، لا ما كمشاكل، هو ترى عباره عن موجات، يعني الكتروماغنتيك ويف، يعني هو موجات مو اشعاع. المفراس السي تي سكان اشعاع، الاكس راي اشعاع، بس الـ هو ماغنتيك فيلد، يعني هو مو شو اسمه، هو ويف، موجات. لكن انه الرنين هو يعني شويه اللي يعانون من خوف من الأماكن الضيقة، ما يوالمهم. لذلك أكو
المفتوح المفتوح اي يعني وهو ماكو فرق بيناته بس اللي يكون المفتوح شويه الدقه مالت الريزولوشن مالت الايمج مال الصور تكون شويه اقل. تمام. عندي اتصال نضال من بغداد. السلام عليكم. حياك الله. السلام عليكم اخت نضال، اهلا وسهلا. وعليكم السلام. يا ريت تسمعيني من التليفون تحكي وياي من التليفون. تفضلي. نعم تفضلي. انا عندي انزلاق زين كلش يعني انزلاق زي يعني مو اقدر امشي عليها بحيث صار لشقد هذا خدر دائما الحراره دي يعني حراره يعني بقي شيء نار بيشتعل حراره. ايش قد صار لهذا الموضوع؟ صار تقريبا كم من سنة اكثر من سنه راجعت انا يا طب. زين انطوش علاج؟ ده تاخذين علاج؟ اعطوني علاج وعلاج طبيعي وعلاج كم سويت طبيعي وما فاد ما فاد. زين اخر شيء نصحوك بفد شيء؟ نصحوك بعمليه شيء؟ اي عمليه. زين شنو سؤالك هسه انه تسالين على عمليه؟ يعني علاج يعني على العمليه عدا العمليه. تمام ان شاء الله تسمعين الاجابه. شكرا جزيلا. يلا اتصال اخر. سيف من الانبار. سيف السلام عليكم اخ سيف. وعليكم السلام. يا هلا ومرحبا تفضل سؤالك. عند جديتي الله يسلمها عندها فقره بالسادسه والسابعه انزلاق. انزلاق بالسادسه والسابعه. ايش قد عمرها؟ 70. 70 ان شاء الله عندها العافيه. عندها ضغط سكر شيء؟ اي نعم يوجد عندها ضغط وسكر. زين يعني اذا تاخذ علاج سووا لها عمليه قبل شيء؟ اي سووا لها عمليه. صار لها ايش قد العمليه؟ لا عمليه ما سووا لها. عمليه ما سووا لها. قسطره سووا لها. قسطره؟ قسطره. نعم. يعني تعاني من يعني اسكيميك هارت ديزيز. ايه. تمام. وهسه بعدها عندها الام وعندها تنمل وعندها شيء؟ نعم نعم ظهرها يظل يوجع. يظل يوجع. ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه شكرا جزيلا. دكتور نرجع على اخت نضال. نعم شوف يعني بالنسبه لاخت نضال هي تدور حل غير العمليه. نعم. يعني شوف احنا خلينا نشرح انه مريض من يجي وعنده مشكله الديسك احنا شلون نتعامل وياه. هسه عندنا اني هو هذا السؤال. هذا السؤال مالتك. اي شلون نتعامل وياه؟ اولا من يجي بعد ما شخصنا اي بعد التشخيص وهذا وش اسمه نبدي بالعلاج. العلاج اول شيء يكون دوائي. زين يكون دوائي ونستمر ويا المريض الى 6 اسابيع. نعم. ممكن الى 3 اشهر ممكن. ومن خلال هاي الفتره نتابع المريض نشوف الالم شلون اللي يصير وياه او وضع المريض شلون اللي يصير حركته شلون. فاذا يعني بعد 6 اسابيع او الى حد نقدر شهر او ثلاثه ثلاث اشهر. نعم. شفنا المريض انه الالم عنده اختفى حركته صارت اسهل رحته وجيته كل السهوله. ذاك الوقت احنا وصلنا الى النتيجه احنا اللي نريدها فدفعنا العمليه. دفعنا العمليه يعني دفعنا العمليه نسوي العمليه بالضبط. زين لكن اذا شفنا انه الالم رجع. نعم. احنا بهاي الحاله ايش راح لازم نشوف الالم من رجع شلون شلون رجع يعني الالم. هل رجع الالم نفس السابق؟ لو المريض لازم يوصف انه الالم دكتور رجع بس مو مثل قبل احسن. اي هذا من الممكن اعطي كورس اللاخ. كورس ومثلا اقول له مثلا تسوي علاج طبيعي وانصحه بالسباحه. السباحه يعني من اهم العلاجات الطبيعيه واللي تفيد الفقرات. ممتاز. انصحه بالسباحه. من الممكن اذا كان وزنه زايد اقول له حاول خفف وزنك ما دام اكو كان استفاده ممكن اعطيه كورس اللاخ. لكن اذا شفنا المريض قال لا دكتور الالم رجع نفس السابق او الالم دكتور اكثر من السابق او اذا كانت عنده مثلا يعني مثل ما قلنا ضعف في قوة وحركة العضلات أو صار عنده تنمل زايد أو خدر زايد أو صعوبة بالمشي لا ذاك الوقت احنا هذا يجبرنا انه يعني نلجأ الى التداخل الجراحي. التداخل الجراحي. طيب
طيب دكتور، يعني حالة المريض الصحية ممكن تأثر على العملية؟ إيه طبعاً طبعاً. يعني مثلاً أنت المريض اللي يكون عنده سكر مثلاً هو ما يأثر على العملية بشكل مباشر، وإنما ما بعد العملية ممكن المرضى اللي يعانون من السكر تكون مضاعفات ما بعد العملية أكثر من ناحية الالتهاب. يعني التهاب الجرح الجراحي من ممكن يطول يعني يلتئم، فممكن يتعرض إلى التهاب. طيب دكتور، في حالة يعني هو سيف الخابر جديته يعني بهيك عمر، شوف هو هذا المشكلة أنه في هذا عمر، يعني هو أنا هو دا يقول 6 و7 ويقول ظهرها 6 و7 هو بالفقرات العنقية. هي المشكلة بالفقرات العنقية، لازم يعني يكون نعرف الانزلاق وين، مركزي لو جانبي، إذا ممكن جانبي بالمنظار يتم علاجه، إذا مركزي شوية صعب لأن لازم يكون تداخل جراحي باستخدام الميكروسكوب المجهر الجراحي، وطبعا يعني التكنيك الجراحي للفقرات انزلاق الفقرات العنقية هو عن طريق استئصال الانزلاق بالكامل، ويعني زرع يعني ديسك صناعي في هاي المنطقة، وطبعا لازم يعتمد على يعني قوة العظام حتى تسوي الهشاشة. أكيد بيجي عمرت عندها هشاشة. فعادة هذول المرضى إذا نحولهم إلى، أنا صراحة أنصحهم بالتردد الحراري. التردد الحراري يخفف الألم، ما عندها مشكلة بالألم، حركتها تكون سهلة. ذاك الوقت يعني احنا وصلنا الى نتيجه يعني مرضية. دكتور عندي اخر اتصالين. نعم. يا ريت. اخي ايهاب من الانبار، سلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، حياك، تفضل. شلونك استاذ؟ يا هلا، تفضل سؤالك. زحمه اريد اقول للدكتور، انا عندي نعم. الم من ظهري من النص وجوه، يضرب على رجلي. نعم، يضرب على رجلي، يعني اكثر الامراض حتى مشي ما اقدر امشي. صار له قد هذا الالم؟ والله صار له تقريبا بال5 سنوات 6 سنوات، اخذت علاجات ومسكنات بس ماك فايده. زين، قالوا لك على فد شيء عمليه او شيء سويت؟ سويت رنين وشايع يقول انزلاق. زين، اي وراها علاجات؟ ظلت على العلاجات؟ ظل اي على العلاجات، اخذ مسكنات ايام ويرجع ايام ويرجع. تمام، ان شاء الله تسمع الاجابه، شكرا جزيلا. اتصال آخر، أم محمد من صلاح الدين، سلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا ومرحبا، تفضلي سؤالك أم محمد. أنا من صلاح الدين. أهلا وسهلا، يا هلا. أنا من صلاح الدين، أنا عندي رجلي توجعني ومسوي عملية بظهري وبظهري، ولحد الآن أشكي من الحوض إلى أسفل الرجل. مسوي عملية شنو؟ لبدر نوم، لبدر بعود، تعبانة. عملية شنو؟ انزلاق يعني؟ انزلاق الفقرات. اها، العنقية والقطنية. سنتين. بس بعد الآلام وبعد الخدر؟ بعد ما راح؟ بعد بس من الحوض ينزل على رجلي. من الحوض ينزل. لحد الآن صار لي سنتين رجلي اليمنى توجعني. نعم، تمام. ان شاء الله تسمعي الاجابه. لا اقدر امشي ولا اقدر امشي ولا اقدر اقوم. تمام، ان شاء الله تسمعي الاجابه، شكرا جزيلا. شكرا. جاوب على ايهاب. نعم، نجاوب على ايهاب. ايهاب بالنسبه لايهاب يعني هو يوصف وصف دقيق لانه عنده انزلاق. انزلاق يعني هذا وصف دقيق لمرض يعاني من انزلاق الغضروف. طبعا مثل ما شرحنا احنا، هو نبدا علاج ونشوفه ونتابعه، يستدعي عمليه ممكن اذا يحتاج الى تشخيص. ايه؟ ويحتاج الى وراها. ايه؟ نقرر على اذا كان عندنا. ام محمد من صلاح الدين، ام محمد يعني طرحت شو اسمه، يعني هي طرحت في الموضوع، احنا راح نجي للسؤال مالتنا انه عوده الانزلاق. اها، عوده الانزلاق اذا صار عوده للانزلاق. ايه؟ انه احنا سوينا عمليه وتغر العملية بالصحة. بالمنظار أو الجراحة العادية. أيه. وجاء رجعنا الانزلاق. شوف خلي أقول لك فد, فد, فد حقيقة أنه الانزلاق الغضروفي سواء كانت العملية يعني تقليدية أو عملية
يعني مجهرية أو حتى عملية باستخدام الناظور، يعني من الممكن أنه الانزلاق الغضروفي يرجع، لأن احنا في عملية استئصال الانزلاق الغضروفي، احنا ما نستأصل الغضروف كله، احنا نستأصل الجزء المنزلق فقط والضاغط على الجذر العصبي فقط، نستأصل هذا الجزء، احنا ما نشيل الغضروف كله. لأن احنا اذا شلنا الغضروف كله حكمنا على هذا المريض، خاصة اذا كان شاب، بآلام مزمنة فظيعة. يعني هي اكو حالات احنا نستأصل الغضروف وذاك الوقت يتم زراعة يعني غضروف دسك وذاك الوقت ربط فقرات، هاي حالة خاصة أكيد. هذا واحد ممكن يكون ورم أو شيء ذاك يعني واحد، فهو المشكلة أنه إحنا نشيل فقط الجزء المنزلق، فتقريبا 60% من الدسك، 80% من الدسك يمكن يبقى زين. فالمريض المشكلة أنه احنا دائما نوصي انه خلاص احنا انت سويت عمليه لازم يدير بالك على روحك، تبتعد عن رفع الاوزان الثقيله، تبتعد عن يعني العمل الشاق، يعني اذا انت وزنك شو اسمه يعني عنده يعاني من سمنه مفرطه لازم يقلل من وزنه، ستايل حياه جديد، رياضه، يعني يدير باله، سباحه، هذا التمارين، يعني ما ياخذ راحته بكل شيء، يعني شاف نفسه انه ما عنده ألم، خلاص الألم راح وحياته حلوة وحركته طبيعية، أنه لا خلي يمد إيده على هاي ومد إيده ويأخذ راحته، من الممكن أنه الانزلاق يرجع. طيب. حتى إذا يرجع؟ حتى إذا ما رجع في نفس المستوى مات العملية، من الممكن يرجع في مستوى أعلى أو مستوى أدنى أسفل. نعم. ما دام صار عندك انزلاق، من الممكن البقية هم يصير بيها انزلاق إذا تعب روحك والشد على روحك بحيث تضغط على الفقرات وتضغط على الدسك، من الممكن يصير عندك انزلاق. طيب. لكن الفكرة وين؟ أنه المرضى اللي صار عندهم انزلاق مرتلخ، يعني احنا تواجهنا شغلتين، إذا كان المريض عنده انزلاق وسوى عملية سابقة ومن يرجع عنده انزلاق مرتلخ زين، إذا كانت العملية عملية يعني خلينا نقول جراحة تقليدية أو حتى مثلا جراحة مجهرية، احنا قلنا راح يتم رفع هواية من العظام والأربطة، فهاي بعد فترة راح تخلق الكثير من الالتصاقات والتليفات حول الجذور العصبية. فيعني العملية الثانية بعد العملية الأولى في هاي الحالة الجراح راح يدخل من خلال هاي التليفات لفك هاي الالتصاقات إلى أن يوصل إلى الديسك المنزلق الثاني ويستأصله. من الممكن يكون هناك نسبة كبيرة من أنه الجذر العصبي يتضرر خلال هاي عملية الفك الالتصاقات، أو من الممكن حتى الغشاء السحائي يتمزق خلال هاي العملية. بالناظور لا، احنا نقدر ندخل بالناظور نتجاوز كل هاي التليفات وهاي الالتصاقات ونستأصل الانزلاق بدون أي مشاكل، ولا نتقرب من الالتصاقات والتليفات. لذلك بالإعادة، بالناظور أحسن، بالناظر احسن. واذا المريض يعني مسوي عمليه مثلا خلينا نقول جراحه بالناظر ورجع عند الديسك، ايضا من تدخل انت بالناظر راح تكون ما تواجه هاي التليفات والالتصاقات اللي بحيث يعني تصعب من تصعب من العمليه الجراحيه، يعني العمليه اللي تكون صعوبه انه انت، لان انت المناورات اللي تسويها دقيقه جدا حتى انت لا تاذي الجذر العصبي، انه التليفات والالتصاقات راح تصير قطعه واحده ما راح تخليك تشوف الجذر العصبي. نعم. فاي مناوره زايده من الممكن انت تفوت بالجذر العصبي وبدا تحس بنفسك. هو الافضل الناظر. طيب دكتور، يعني سؤالين في دقيقه، عودة المريض إلى الحياة الطبيعية بعد المنظار، إذا شوف هنا يعتمد على أيضا نجي على طبيعة عمل المريض. إذا كان طبيعة عمل المريض يعني مكتبي ممكن يعود إلى حياته الطبيعية خلال 7 أيام. إذا كان لا، طبيعة عمل المريض يعني يدوي وبشوية أعمال ممكن خلال 3 أسابيع إلى شهر يرجع إلى طبيعة شغله. تمام ممتاز. إذا مو هواية زين. والتقليدية إيش قد تستمر؟ لا التقليدية لا تطول، نعدي شهر، 3 أشهر. طيب دكتور، احنا دائما نهاية الحلقة نقول الوقاية خير من العلاج، يعني نصائحك للجميع للحد من الانزلاق ومشاكل العمود الفقري. والله هو يعني أهم شيء أنه
يعني لا يتبرع ويشيل الأوزان الثقيلة خاصة نعم. اللي مثلاً بالجيم ويرفعون الأوزان ثقيلة يعني أكثر من طاقته فممكن يصير عنده انزلاق أو مثلاً حتى يعني الأوزان الثقيلة اللي بالبيت يعني نعم. بالضبط ممكن زيادة السمنة طبعاً السمنة همينة ستايل الحياة لازم سبح. يكون السباحة هي السباحة. مفيدة وشغله اللي خم ما ذكرناه هو التدخين هو همينة التدخين يقلل من حيوية الغضروف همينة فلذلك تقليل أفضل أو قطعة أفضل تمام دكتور نعتذر من كل الناس اللي اتصلت حقيقة وما سعفنا الوقت للرد عليهم يقدرون يراسلون على صفحتنا على الفيسبوك اسأل طبيبك شكرا أولا لأخصائي جراح الدماغ والأعصاب والفقرات دكتور أمارة شكرا جزيلا شكرا دكتور شرفتنا حقيقة وشكرا على كل هاي المعلومات شكر لكم أيضا أحبتي المتابعين على كرم الاستماع والإصغاء يقولون هون عليك فما في اللوح قد كتبه واللوم يورثك الأحزان والتعب فاسعد بما في يديك اليوم من أمل ولا تفكر بماضيك الذي ذهب تقبلوا تحياتي أنا أحمد العاني في مالله.